السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم عن Substations Protection Systems أو أنظمة الحماية في المحطات الكهربائية، وأول حاجة نبتدي بيها Protection System Elements. Protection System أو نظام الحماية بيكون من أربع أجزاء. أول حاجة Instrument Transformers اللي هي Current or Voltage Transformers، ودي تعتبر Sensors في المحطات والمسؤولة عن توصيل قيم الجهد والتيارات من Primary Circuit زي الباسبار أو الكيبل للSecondary Circuit واللي بيكون متوسع عليها Protection Relay. تاني حاجة البروتكشن ريلي أو مراحل الحماية، وده يعتبر المين بريم في المحطة واللي بيقوم بتحليل قيم الجهود والتيارات عشان يقدر يحدد السيستم ستيتس إن كان هيلسي ولا فولتي، وعلى أساسها ياخد قرار بإرسال إشارة فصل للسيركت بريكر. تالت حاجة السيركت بريكر أو القطع الكهربي، وده يعتبر الإكسكيوتر في المحطة واللي بيستقبل إشارة الفصل من البروتكشن ريلي ويقوم بفصل الدائرة عشان يعزل الفولتي بارت عن الهيلسي سيستم. اخر حاجه الدي سي سبلاي او الاوكسيلري سبلاي، وده السبلاي المستخدم في تغذيه دوائر الحمايه بالمحطه بجهد 125 فولت دي سي، واقصد هنا بدوائر الحمايه البروتكشن ريلي السيركت بريكر تريبنج سيركت وغيرها، بالاضافه لتغذيه دوائر التحكم. دلوقتي عايزين نشوف مع بعض سيمبل بروتكشن سيستم لسنجل باس سنجل بريكر سكيم. انا هنا عندي سنجل باس بار وسنجل بريكر. عشان اكون نظام الحمايه بتاعي اول حاجه هوصلها هي الانسترومنت ترانسفورمرز، فهيكون عندي كارنت ترانسفورمر وده بيتوصل ان سيريس مع البرايمري سيركت، وعندي الفولتج ترانسفورمر وده بيتوصل ان بارل مع البرايمري سيركت. بالنسبه للسكندري سيركت للسي تي والفي تي بيتم توصيلهم على البروتكشن ريلي. دلوقتي المفروض ان البروتكشن ريلي بيصدر اشاره الفصل عن طريق الاوتبوت كونتاكت للسيركت بريكر تريب كويل بالاستعانه بالدي سي سبلاي، وبالتالي تتكون عندي كده السيركت بريكر تريبنج سيركت. طب تعالوا دلوقتي نفترض ان السيركت بريكر كلوز وفي لحظه ما حصل فولت عندي على الفيدر، الباسبار هيكون هو السورس اللي هيبتدي يغذي الفولت ده. طب نظام الحمايه بقى هيشتغل ازاي؟ السي تي والفي تي هيبتدوا يغذوا البروتكشن ريلي بقيم الجهد والتيارات، وبناء على البروتكشن فانكشن سيتنجز الموجوده جوه الريلي، الريلي هيقدر يحدد ان ده عطل، وبالتالي هيخرج تريب كوماند للسيركت بريكر عشان تفصل، وبكده اكون عزلت الفولت عن باقي الهيلث سيستم. السيركت بريكر هيبتدي يفصل ويقوم باخماد الشراره، وطبعا بعد ما السيركت بريكر يفصل قيم الجهد والتيارات هترجع للصفر، وبالتالي البروتكشن ريلي هيحصل له ريسيت ويرجع يفصل التريب كوماند. تمام، تعالوا دلوقتي نتكلم عن كل اليمنت في البروتكتيف سيستم، وهنبتدي بالانسترومنت ترانسفورمرز. الانسترومنت ترانسفورمرز هي عباره عن ديفايسز بيستخدم في حاجتين، اولا تريديوس الكرنت والفولتج فاليوز لقيم قليله واللي نقدر نتعامل بيها مع اجهزه القياس والحمايه، ثانيا تو بروفايد ايزوليشن ما بين البرايمري سيركت واللي بيكون فيها التيارات والجهود بقيم عاليه جدا عن السكندري سيركت واللي بيكون متوصل عليها اجهزه القياس والحمايه. الانسترومنت ترانسفورمرز اللي هي عباره عن الكرنت ترانسفورمرز والفولتج ترانسفورمرز. الكرنت ترانسفورمرز في منه 3 تايبس، الوند او الباسبار تايب، التروديال او اللي هو الويندو تايب، والبوشنج تايب، وبرده الفولتج ترانسفورمرز في منها 3 تايبس اللي هم الالكترومغنيتيك تايب والكاباستور تايب والاوبتيكال تايب. بالنسبه للكرنت ترانسفورمر فهو بيستخدم عشان ستيب داون البرايمري سيستم كرنت لقيم اقدر استخدمها مع الريليز، الميترز، السكادا، الترانسديوسرز وغيرها من الاجهزه. السيت ريشيو بيتم التعبير عنها بانها الريشيو ما بين البرايمري والسكندري، وعاده بيكون السكندري 1 امبير او 5 امبير، زي مثلا 2000 على 1 او 1200 على 5. وبالتالي معادله السيت ريشيو هي عباره عن اي برايمري على اي سكندري بيساوي ان سكندري على ان برايمري، يعني الكرنت ريشيو از انفرسلي بروبورشنال تو التيرنس ريشيو. بالنسبه للفولتج ترانسفورمر فهو بيستخدم عشان ستيب داون البرايمري سيستم فولتج لقيم اقدر استخدمها مع الريليز، الميترز، السكادا، الترانسديوسرز وغيرها من الاجهزه. الفيتي ريشيو بيتم التعبير عنها بانها الريشيو ما بين البرايمري والسكندري فولتجز، وعاده بيكون الجهد اللي بتكلم عنه هو جهد سنجل فيز، زي مثلا لو عندي جهد ميديوم فولتج فهقول ان الفيتي ريشيو هي عباره عن 13800 على جذر 3 الى 115 على جذر 3. وبالتالي معادله الفيتي ريشيو هي عباره عن الفي برايمري على في سكندري بيساوي ان برايمري على ان سكندري، يعني الفولتج ريشيو از دايركتلي بروبورشنال تو تيرنس ريشيو. تاني اليمنت عندنا هو السيركت بريكر، والسيركت بريكر بيستخدم عشان انتربت الكرنت فلو بعد ما يكون البروتكشن ريلي شايف ان في فولت وبعت له تريب كوماند. السيركت بريكر ممكن يحصل لها كلاسيفيكيشن بيزد على الارك كوينشنج ميديوم، زي مثلا الاس اف 6، الاويل، الاير والفاكيوم سيركت بريكرز. تالت اليمنت هو الديس سبلاي. الديس سبلاي فولتج بيستخدم في تغذيه دوائر الكنترول والبروتكشن في المحطات. طب السؤال دلوقتي ليه ما بنستخدمش الاي سي سبلاي؟ طبعا انا ممكن استخدم الاي سبلاي الموجود في المحطه لتغذيه الكنترول والبروتكشن سيركتس، ولكن في عندي مشكلتين في فكره استخدام جهد الاي سي. اولا ان لو البرايمري سبلاي عندي في المحطه وقع بالتالي مش هيكون عندي سبلاي اغذي بيه دوائر التحكم والحمايه. ثانيا ان لو حصل عندي عطل ما في السيستم ممكن تقل قيمه الجهد، وبالتالي ساعتها ممكن ما تكونش قيمته كافيه انها تشغل البروتكشن او الكنترول سيركتس. طب ايه ميزه استخدام الدي سي؟ اولا ان انت تقدر تستور الدي سي في بطاريات، وبالتالي تقدر تستخدمه في اي وقت حتى مع انقطاع المين اي سي سبلاي.
ثانيا في حاله الدي سي الجهد بيكون ثابت ومش بيتغير مع تغير الجهد الاي سي حتى لو في عطل في المين اي سي سبلاي، وبالتالي الدي سي هيديني الريلايبيليتي اعلى وايضا هيكون عندي باك اب سيستم. رابع اليمنت هو البروتكشن ريلي او الاي اي دي، وهي اختصار انتليجنت الكترونيك ديفايس. البروتكشن ريلي بيتكون من مجموعه من البروتكشن فانكشنز زي مثلا الاوفر كارنت، الديفرنشال، الديستنس وغيرها، هاردوير انبوتس، ودي بتنقسم لنوعين، ديجيتال انبوتس واللي بتستخدم في توصيل الداتا للريلي زي الستاتسز والالارمز، وانالوج انبوتس واللي بتتمثل في السي تي والفي تي انبوت. بروجرامبل ال اي ديز وبتستخدم كفيجوال انديكيشن، ممكن برمجتها مع الارم او بروتكشن تريب لاي بروتكشن فانكشن. هاردوير اوتبوت وهو عباره عن كونتاكت اوتبوت او ترانزستور اوتبوت بيتم برمجته مع الارم او بروتكشن تريب عشان يفصل السيركت بريكر. كوميونيكيشن كارد، وده اللي بيستخدم في ربط الريليز ببعضها في حال مثلا اند تو اند زي مثلا في الترانسميشن سيستمز، او ربط الريلي بالسيستم انترفيس زي مثلا في حاله ان المحطات بيكون فيها الساس او اللي هو السبستيشن اوتوميشن سيستم. الاتش ام اي اللي هي الهيومن ماشين انترفيس، واللي من خلالها تقدر ترسم دايناميك سنجل لاين دايجرام، بالاضافه انك تقدر تستخدمها لتغيير السيتنج في الريلي، وبرده تقدر تاخد منها الديفرنت ميجرمنتس. وبكده نكون خلصنا البروتكشن سيستم اليمنتس.